السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو درته فقط بعجاله حيت ما نقدرش نجاوب كل واحد بوحدو. سجلت هاد لا فيديو باش غادي نجاوبكم على السؤال ديالكم، واش بصح تلغى الاختيار ديال الروايه اللي غادي تحط نهار الامتحان الجهوي. كيف شفنا انه تم تحديد ديال تاريخ ديال الامتحان الجهوي، وهذا الشيء هذا شفناه في بلاغ اخباري رسمي، يعني ماشي غير هضره دايره في الفيسبوك، ولكن الهضره اللي دايره في الفيسبوك دابا راه تلغى الاختيار وغادي تحط قدامك غمو اللي انت ما عرفهاش. يعني تقدر انت تحط قدامك اونتيغون ولا لابوات ولا لو ديرني جو، وهذا الشيء هذا خطا ما كاينش، حيت ما كاين حتى شي بلاغ اللي كيقول لنا ان الاختيار ديال الروايه اللي انت بغيتي ما غاديش يبقى. كيف قالوا لنا قبل ان عندك ثلاثه ديال الروايات، كل روايه انت ارتاحيتي ليها غتمشي تخدمها، يعني انت بريباريتي اونتيغون غتعزل اونتيغون. هادشي هذا استثنائي فقط هاد السنه هادي، يعني في السنوات اللي فاتت لا. كدوز امتحان جهوي ديك الساعه ملي كتمشي دوز الامتحان، ديك الساعه كتلقى قدامك واحد واحد الغموض، وتكتي عندك معاه ولا ما عندكش، المهم الروايه اللي تحطات لك كتخدمها. ولكن هاد العام في ظل ان الظروف اللي دوزنا ديال انكم ما قريتوش التعليم عن بعد، يعني راه عاوهم لهادشي هذا، داكشي علاش عطوكم الاختيارات وقال لك الغموض اللي انت مبريباريها خدمها. يعني داكشي اللي كيدور في الفيسبوك غير خطأ، وهادشي علاش درت هاد، يعني ما تبقاوش تصنتوا لهذيك الهضره اللي كتكون في الفيسبوك. واحد كيقول لواحد حتى كديع، الا كانت شي حاجه رسميه راه كنوريكم انا داك البلاغ اللي كتخرجوا الوزاره، وميم طون كنقرا معكم دوك الشيء اللي كيهمكم. شي حاجه اخرى راه ما كايناش، يعني بريباريتي اونتيغون عزل اونتيغون نهار الامتحان، خدمتي لو ديرني جوغ عزلها، الغومو اللي انت مركز عليه غادي تعزلها وغتحمل حتى المسؤوليه، كانت سهله كانت صعيبه، المهم هذيك هي الروايه اللي انت ركزتي عليها. ونتمنى انكم تركزوا على المراجعه في هذا البيريود هذه اللي باقى لكم باش تدوزوا الامتحان الجهوي، وما تبقاوش تصنتوا الاشاعات. والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، وما تنساوش تراجعوا مزيان.